يبقى المودة والرحمة هي اللي أسلوب الحياة وأسلوب التفاهم وأساس العلاقات بين الزوجين، عشان كده تستمر العلاقة. مفيش تفاهم، مفيش يعني كل طرف بيضحي عشان الآخر، استحالة إنها تستمر. والله الزمن اللي إحنا فيه دوت برضو صعب شوية، ولكن أنا بقول بالتأني وبالتراضي، لأن بيبقى فيه عشرة وفي أولاد إذا كان في أولاد. وهي حتة يعني لما تيجي تحسبها كده تبص تلاقي الخلافات حاجات غريبة. والله هم يحلوا المشاكل ما بينهم ما يدخلوش حد فيها أولا، لأن لو دخل طرف تالت أصبح إن في نموذج هيحصل في مشاكل كتير هتبقى إيه مضطر عليها. الاحترام المتبادل ما بين الزوجين، يعني الزوج كل ما بيحترم زوجته وبيقدرها بتكبر في عينيه، وفي نفس الوقت برضو اللي هو ايه بيحقق لها كل اللي هي عايزاه. يتكلموا مع بعض وما يدخلوش اي اطراف ثالثه، دي اهم حاجه. لما والصراحه والوضوح بيحلوا اي مشكله بينهم وبين بعض. الراجل المفروض بيكون فاهم ان الست بتاعت مشاكل شويه، المفروض يحتوي المشاكل دي. ده اول من وجهه نظري. تاني حاجه، الست لازم تكون عندها، تكون هي ست ما تكونش عنيده، لان الست لما بتكون عنيده هي اللي بتعمل مشاكل. تالت حاجه، علو الصوت. رابع حاجه، انها بتبص لعيش الاخرين والرضا، الرضا بالزوج اللي هي معاه، الرضا بالعيشه اللي هي فيها. بالتفاهم طبعا، وان يبقى الاثنين الطرفين متفاهمين مع بعض والدنيا هتبقى كويسه تمام ما بينهم. يعني اكيد لما يكون في تفاهم وفي صله رحم ما بينهم هتبقى الدنيا كويسه. بالنسبه لي انا، المشاكل لو حصلت مش هينفع تستمر الحياه الزوجيه، هي الخيانه طبعا، ما فيش كلام بعدها خالص. بس كده الامور اللي هي الشغل، امور النفسيه دي كلها بتتحل، بس الخيانه ما فيهاش حلول يعني ان شاء الله. لما بتدخل بقى حته ديون وبتدخل في مشاكل ماديه هي دي اللي بتفصل، لكن لو مشاكل عاديه بيستمروا. اول بند هو الخيانه، لو الزوج يعني في خيانه فلا ننفصل، ويبقى كل واحد في حلو افضل، ويبقى كده احسن. المشاكل بتبقى اكبر، يعني ممكن تكون اكبر منهم هما الاثنين. الظروف مثلا المعيشيه، في حاجه مثلا ضغوط الاهل من طرف من احد الجانبين، هي دي اللي ممكن تبقى ايه عرقله او خطوه صعبه ان احنا نتخطاها. والله انا من وجهه نظري الشخصيه هي الخيانه الحاجه الوحيده اللي صعب ان اكمل فيها، يعني او من وجهه نظري هي دي الحاجه الوحيده، انما اي مشاكل ثانيه ممكن تتحل. والله عدم الاحترام، لو الزوج ما احترمش زوجته او الزوجه ما احترمتش زوجها يبقى خلاص الحياه هتبقى صعبه بالنسبه لها. غير كده التقدير مهم جدا جدا ما بين الاثنين.